تتمتع إثيوبيا بالعديد من المناطق السياحية والمحاميات الطبيعية التي تزخر بطبيعتها الخلابة، وهناك مناطق تتميز بالجمال الطبيعي مسكونة بالإبداع هباها الله بسحر الطبيعة، وتوجد بها معالم سياحية فريدة من نوعها وثروة طبيعية متنوعة بالجمال. وتسابق السياحة في إثيوبيا الزمن لتحجز مكانة متقدمة بين دول العالم السياحية، فإثيوبيا تتحول إلى إحدى المناطق الأكثر سحرا في إفريقيا، وتعتبر وجهة مفضلة للعديد من السياح، حيث تختلط بالعديد من المناطق الأثرية والتاريخية والمناظر الطبيعية الساحرة وبعض المحاميات الوطنية التي تزيد من جمال المدن والأقاليم. إثيوبيا في موقع جغرافي وضعها الله فيه إلهي، يعني يفيدك، هي في قلب أو في قلب العالم. فالسائح عندما يأتي لك في الشهور التي تكون فيها حرارة الشمس ملتهبة في الخليج العربي أو في الدول العربية، كل ما يحتاجه من ساعة ونصف إلى 3 ساعات سفر بحد أقصى لكي يصل إليك. هذه واحدة. الأمر الثاني، المناخ المعتدل والمناخ الجميل في إثيوبيا. الأمر الثالث، طيبة الناس في إثيوبيا وطريقة اندماجهم مع من هو ليس إثيوبي، لا نقول مع المغترب، لا، كل الناس أولاد آدم وحواء، فنقول إخوتنا الذين لا يعرفون إثيوبيا أو ليسوا أو بغير الإثيوبيين. السياحة في إثيوبيا لها أكثر من وجه. حتى 1974 كانت السياحة، أو كان وجه السياحة في إثيوبيا، هي السياحة الدينية. نجد المسلمين 1,800,000,000 مسلم في شتى أنحاء العالم، من إندونيسيا إلى مسلمين البرازيل، يؤمنون ولديهم ولاء لإثيوبيا بوجود استقبال منطقتين في إثيوبيا، وهي منطقة هرلة. هرلة هي قبيلة أو أم ل3 قبائل، وهي القبيلة الهرية والقبيلة العفرية والقبيلة الصومالية. ومما يميز الشعوب الإثيوبية البساطة والاستقبال الفريد، وهو ما يبهر العديد من السياح والزوار. البلد يحمل كثير من مقومات السياحة السياحية التي تأهلها أن تكون إحدى في السياحة العالمية بإذن الله. أفضل ما أعجبني وأكثر ما شدني ابتسامة الجميع في الشارع، في الحياة البسيطة، احترام السائح بشكل عجيب وتقدير، هذا يعطيني انطباع وأمن أكثر. كذلك التطور السريع التي تقوم به في أديس أبابا بالذات تحديدا، خلال 5 سنوات، الزيارة الأخيرة كان قبل 5 سنوات، انطلق الصاروخ، الوصول بشكل عجيب، يعني في التكنولوجيا، في التنمية، في أشياء كثيرة، في الطرق، في الحدائق، في أمور عديدة جدا، يعني إلى التراث، إلى الطبيعة، إلى الحدائق، إلى التنمية، إلى التكنولوجيا، كل ذلك تعتبر مقومات السياحة في هذا البلد. السياحة الآن ما شاء الله تبارك الله جذابة، جاذبة جاذبة جاذبة، يعني بصراحة غير لما كنا نيجي في بداية حياتنا، جينا احنا من 2006 كانت بعض النواقص موجودة، لكن الآن ما شاء الله تبارك الله تساعد انك تجي إثيوبيا لأسباب كثيرة، يعني قربها طبعا مننا هذا يساعد في ذاتها، سهلة طريقة صراحة في الاستخراج، استقبالهم مريح، ناس قبليين، واحنا اصلا استقبلونا من جدة مش من هنا، يعني اللي حببني فيها اني انا من جدة اتعامل معاهم وحببوني فيها.